الملعب هذا بيولع ابو محمد ان شاء الله يولع يوم الخميس. يقولون ديربي يقول لك الشارجه الثالث ايه الشعب والشعب تحت. تحت هذا ديربي ما في الشارجه فوق والشعب تحت. ممكن اللي تحت يفوز على الثالث بدون اي كلام. اوب 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 ولعها الزهري. ها لا اقول لك انا اقول لك الشارجه الحين كم ترتيبهم؟ الشارجه الثالث الرابع. الشعب كم؟ تحت. ممكن يفوز الشعب. ممكن يفوز. ممكن يفوز شعباويه. شعباويه بتفوزون على الشارجه؟ ممكن يفوز اقول لك. هذا ديربي الشرجاوي. المباراه في ملعبكم بتخسرون من الشعب؟ معقول كل شيء جايز. بيعطلكم الشعب الكوماندوز لو سمحت. الكوماندوز بيعطلكم. بس النحل يمكن عنده كلام ثاني يا كابتن. الملك النحل. يلا انا متحمس بعد اصير ابدل. اوكي اي يلا لكن طب. لبسك يا اخي وايد في داخل موجود موجود. يلا على الله. ما عندكم نقص شيء؟ لا الحمد لله فريق جاهز. ان شاء الله فول تيم ان شاء الله. لحظه بس في شيء اهم بعد. حد عنده انذارين بيلعب ترى يكون انتوا اخر مباراه الشباب يعرفون انا ما اعرف. حد عنده انذارين؟ لا لا هي منو منو عنده انذارين؟ اوف مباراتكم الجايه ويا منو؟ سبع لعيبه يا الشرجاويه عندهم انذارين. الجزيره في بضلي واللي عقبها مع الجزيره. الجزيرة والعين لعبوا؟ ترى اللي عنده انذارين عيسى تحسبه شوية. الجزيرة والعين مو بنورمال. لا لا عادي هم اصلا مو من المباراة هاي. من كم من مباراة عندهم انذارين بس الشباب قادرين يعني يسيطرون على المباراة. مع ان مباراة حساسة. ايه صح. شرجاوي شرجاوي هذا هو اسلوب دخيناه. كابتن كيف الحال؟ هلا زهير ايش اخبارك؟ شو الجو بارد؟ مو بردان انت ما شاء الله عليك؟ انا بردان لكن انت اللي بتلعب ضد الشعب. هذا فرحان؟ من الحين فرحان؟ الدنيا كذي لازم تفرح. ايه بس الكوماندوز ما عليك بعد الشارج موجود. ان شاء الله مبارك طيبه وما في مشكله فيها. بس ما تقول لي دربي الدربي روح خلاص. الدربي مات قبل الحين مباراه عاديه بالنسبه لي. الشعب فايزين المباراه اللي طافت. الله يبارك لهم وان شاء الله يعني توفقون بكل الدوري يعني. تونا نسال ابو سلطان عيسمير قال اعتقد اداره ناديكم بتعطيهم 25%. فانا وهيثم قلنا له اعتقد جمهور الشعب لان ديربي شارجة معروف. نعم. بيون اكثر. حياهم الله. اذا 25% ولا 50-50 ما في مشكله. اذا غلبت كم بتفوز؟ اي واحد صفر 2-1 تدري النتيجه. والشعب؟ انا اقول لك 1-0 2-1 اللي قبل الفريقين. لا اما هم اما نحن ما تطلع غير شيء. ماشي تعادل. ماشي هذا ديربي. انت ما تقول ديربي. انا اول ما جيت هناك شو قلت لك هناك عند المنصه؟ شو قلت؟ قلت لك هذا ديربي ما يعترف بالفريق اللي فوق والفريق اللي تحت. كلامك صحيح. تذكر انت مباراه العين والوصل 10-10 11-1 شاتوا بلنتيات وانت ما ضمنه. لا لا بس بسعود انا بالنسبه لي اتوقع مباراه صعبه على فريق الشارجه لان الفريق اللي يجي من تحت دائما يكون. شوف هي بتكون صعبه على الفريقين وهم يبون المباراه هذه عشان يحسنون من مستواهم في الترتيب الدوري. واقول لك ما بتكون مباراه سهله للفريقين يعني لا للشعب ولا للشارجة. عاد الشعباويه سالم شي يقولون نحن تحت ونحن مو بزينين هالموسم لكن في الديربي بنفوز على الشارجة. هم يقولون عاد هالكلام. الله وشي بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تشوف يعني الشعب مباراة اللي طابت فازوا يعني هم الحين مغيرين مدربهم والصراحة فريق الشعب فريق يعني ممتاز آخر مباريات وإحنا بعد هذا الديربي لازم إحنا نكون يعني مستعدين حق الديربي وإن شاء الله الشعب يعني راح مباراة الشعب راح تكون لها طعم آخر وإن شاء الله الشباب يعني هم جاهزين حق المباراة مثل ما يشوف المدرب يعني الخطة اللي حطها واحنا بننفذها ان شاء الله. سالم شو دهانسير اخر مباريات ممتازين وين الشعب اخر مباريات ممتازين اخر مباراة كانوا ممتازين وين تقول لي دهانسير صح؟ تخدير 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 هي تخدير. لا لا والله بالعكس يعني اخر مباراة هم زينين يعني اخر مباراة زينين اخر مباراة ولا انك متروع منهم زايغ منهم. لا بالعكس يعني انا ما اتروع من اي فريق يعني انا ما اقدر اسمع شيء من ريحة العطر الحلوة. ها كابتن يعني اخر مباراه فازوا على دبي وانا اشوفهم صراحه يعني فريق قام يرد فريق الشعب وان شاء الله يعني مثل ما تعرف يعني احنا كل مباراه ناخذ لها يعني
يعني كل تستعدون لها عدل هم احسن يعني عنكم لها عدل هم احسن عنكم بيفوزون يا ريال لا ما هذا يعني شوف احنا فريقنا من بدايه الدوري يعني الحمد لله قام يتصاعد وان شاء الله مباراه الشعب تكون مباراه بعد ذات نقاط وان شاء الله نستمر بالفوز بتفوز على الشعب قول حق جمهورك ان شاء الله بفوز على الشعب ان شاء الله اتمنى من الجمهور من متى ما سجلت والله من زمان تفضل هيثم متى بسجل ان شاء الله مباراه الشعب اكثر شيء يخوفك في مباراه الشعب شو بصراحه اكيد حماسهم يعني يمكن لهم يمكن المباراه هذه طابع خاص بين الفريقين لا يعني اكيد ممكن الجمهور وسالنديم يعطينا اهميه للفريق انهم يقدموا في المباراه شيء مختلف عن المباراه السابقه يعني نتمنى احنا داخلين بنفس الطموح ان شاء الله نسعد فيها جماهيرنا باذن الله اكيد تكون مباراه صعبه مو تكون سهله ما يغرنا مثلا الفريق يمكن تحتنا يعني في الترتيب ولكن هالشيء ان شاء الله يعطينا دافع ان احنا نحترم الخصم ونعطي ان شاء الله بنفس المستوى اللي قدمناه قدام العين وبنياس ان شاء الله باذن الله احمد الحين انت فريق منافس ما تخافون اي تعادل اي شيء يخرب عليكم الشعب يعني الشعب ممكن يخرب عليكم اكيد ان شاء الله احنا نتمنى ان شاء الله نكون حذرين اكثر من اي مباراه سابقه عشان ان شاء الله قد يكون في نتيجه ان شاء الله يكون في اداء باذن الله يعني بتفوزون؟ والله انا ما اعلم الغيب لكن ان شاء الله احنا نقدم مجهود ان شاء الله كبير باذن الله واثق من اللاعبين انهم عندهم امكانيات انهم يقدمون مجهود كبير ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تكون نتيجه مصالحنا عندك احساس انك بتسجل احمد تسجلت في كم مباراه زين يا اخي يوم سجلت شفت الجول يابا ما احتفل ولا سوى شيء وتم في ما يحتفلوا في الشباك تم تو عند الكاميرا سوى لي حركه عندك احساس انك بتسجل احمد والله اتمنى ان شاء الله اتمنى بس شو يا اخي احمد كبير اتمنى ان شاء الله احمد اللي يقول يحتفل انت دشيت لي في الشبك وطلعت صرت ورا عند الاعلانات ما دافعينك مال الاعلانات شيء ما احتفل والله شفته جول على بنياس على بنياس صح حتى الهدف على المباراه اللي هني 1-0 صح 1-0 انا منو زين على بنياس بنياس المهم يوم الخميس شو وضعك بيكون يوم الخميس والله ان شاء الله جاهزين يعني اكيد مباراه ديربي مباراه كبيره وكل الفريق يبي يفوز فيها لان تعرف جمهور ريال المباراه من فتره طويله فان شاء الله نقدر يعني ناخذ 3 نقاط ونفوز يعني نفرح الجماهير نازل حارس المرمى تعرف مهاجمينهم ايه. ها اعرف مستعد اكيد مستعد هذا ابو قصه مهاجمهم ابو قصه اللي شيب اقوال مشي لا لا مالك ان شاء الله جاهزين ما زايغ منه يضحك. لا بالعكس ها بالعكس لو هو مهاجم زين بالعكس يخليك انت تبرز يعني وتبين في المباراه ما بيسجل لا ما بيسجل ان شاء الله يعني تتحداه بنسير الحين ناديهم كم جول بيدخل عليك في المباراه ان شاء الله ولا جول بيدخل ان شاء الله الجمهور وصيحات الجمهور وتشجيع الجماهير ما ياثر عليك ساعات بشكل سلبي محمد صراحه لا والله بالعكس انا يعني صراحه لما اشوف الجمهور اتحمس اكثر يعني يمكن انا لما اشوف الجمهور يعني اشوفه يعطيني دافع حتى لو جمهور الفريق الثاني يعني اوقات يعطيك دافع حتى يومك في المباراه. زين انت كحارس شو يخوفك من المباراه؟ شو اكثر شيء تخاف منه في المباراه؟ والله اخاف من اخطائنا نحن يعني ما انظر للفريق الثاني اكثر شيء يعني اذا نحن كنا في يومنا فطبعا اكيد ما بخاف من شيء. قلت الوصل فاز على الاهلي يمكن الشعب يفوز عليك. لا لا صح هيثم؟ صح لا لا ان شاء الله ممكن يفوز عليك يا اخي ممكن اكيد يعني هاي كره قدم انت معتز عبد الله حارس الشعب منو افضل انت ولا معتز؟ والله معتز حارس كبير وله خبره صراحه في الملعب شو تحب تقول حق معتز والله يا ابوي قول له بكون احسن عنك في المباراه والله كذا اتمنى هالشيء يعني كل واحد يتمنى انه يكون يعني يظهر بصوره جيده في المباراه اخوي هيثم ما مبين عليه مرتبك واثق وهادي تعاملنا نعوزنا شي فايده موفق يا محمد خلصنا من زيارتنا في نادي الشارجة وبنسير الحين نادي الكوماندوز نادي الكوماندوز شعب يلا ها لازم نبدل لا عشان نروح الكوماندوز خلنا ندش على الكوماندوز بهاللبس بلوجو الشارجة ندش لهم بنشوف ردة فعلهم بتخاف لوجو الشارجة على الكوماندوز والله الكوماندوز اخاف من مره يلا كيف على السلامة